مبلغ الصفقة 220 دولاري. لي زانيكس راه كاع في لي زافونبوت اوسي. عندنا هذه لي نحن هنا في أحد المراكز الجوارية لتخزين الحبوب التي مولتها تعاونية الحبوب والبقول الجافة، ونشرف كذلك بهذه الدائرة على وضع حجر أساس إلى مجمعات أخرى لتخزين الحبوب، ونحذر في الحقيقة إلى موسم الحرث والبذر الذي سيبتدئ مع بداية الشهر القادم. يعني خفف عليهم أعباء التنقل أولا ومصاريف التنقل ثانيا، وهي مؤسسة متواجدة بجوارهم وتوفر لهم كل الخدمات الضرورية لسواء حملة الحرث والبذر الآتية أو بعد ذلك حملة الحصاد والدرس عند نهاية الحملة. ماذا بينا نزيدوا وسع ولا دوك؟ ماهوش دوك واحد، دير ثلاثة ولا أربعة، فهمتني ولا لا؟ الحمد لله الحبوب معرض كنت ندعموا في التريسيتي والحوايج هذه وراي كلها تتعبى الدكات وكل خيرات من ربي.